بسم الله الرحمن الرحيم. الرياضيات نستكمل مع التمرين رقم 4. غنشوفوا دابا المحيط ديال الشكل الثاني. المحيط ديال الشكل الثاني كما تلاحظوا وبنفس الطريقه كالشكل الاول انه تتكون من اجزاء دوائر. يعني عندنا دائره بحال الدائره الاولى اللي كنا شفنا مع الشكل الاول، يعني عندنا ربع دائره. الا بغينا نحسبوا المحيط ديال هذا الشكل علينا اولا ان نحسب هذا الجزء اللي هو الربع ديال محيط دائره اللي الشعاع ديالها 4 سنتيمترات. ثم شنو غنحسبوا؟ غنحسبوا بطبيعه الحال المحيط ديال نصف دائره. راه واضح هنا ها هو نصف دائره هنا. بطبيعه الحال كملنا هذه الجزئيه غتعطينا دائره، يعني الا ضفنا واحد النصف اخر بحال القوس اللي عندنا هنا غنحصلوا على الدائره ككل. هنا بطبيعه الحال عندنا فقط يلا النصف. اذا بطبيعه الحال الشكل مكون من هذا الربع ديال الدائره الكبيره اللي الشعاع ديالها 4 سنتيمترات، ثم نصف محيط دائره. هنا ما عندناش الشعاع ديالها 4 سنتيمترات، عندنا القطر اللي 4 سنتيمترات. بطبيعه الحال هذه الدائره هي اصغر من الدائره السابقه، اذا هنا عندنا قطر الدائره اللي 4 سنتيمترات. ها الشعاع فين كاين؟ الشعاع ها هو كاين هنا، يعني من المركز للجنب ديال الدائره. اذا عندنا القطر ديال الدائره الثانيه هو 4 سنتيمترات، اذا الشعاع هو 2 سنتيمتر. راه هاد الدائره اللي عندنا في الشكل الثاني، هاد الدائره الصغيره اللي في الشكل الثاني في المحيط ديالها راه تتساوي المحيط ديال الدائرتين الصغيرتين اللي كنا شفنا في الشكل الاول. اذا هاد الدائره في المحيط ديالها راه تتساوي الدائرتين السابقتين اللي في الشكل الاول. اذا طبيعه الحال هنا عندنا القطر ديال الدائره الثانيه هو 4 سنتيمترات، وبالتالي الشعاع تساوي 2 سنتيمتر. اذا غنحسبوا الربع ديال هذا المحيط ديال الدائره اللي القطر ديالها 8 سنتيمترات او الشعاع ديالها 4 سنتيمترات، ثم غنحسبوا نصف دائره ديال الدائره اللي الشعاع ديالها 2 سنتيمتر، ثم غنضيفوا هذا الحرف. طبعا الحال هنا الجزء الاخير هنا ماشي دائره، اذا هنا عندنا قطعه، وبالتالي غنضيفوا هذا الحرف اللي هو شحال؟ هو 4 سنتيمترات، وبالتالي غنحصلوا على المحيط ديال هذا الشكل هذا. اذا بنفس الطريقه كنعرفوا بان المحيط بيريمتر تساوي 2 ار مضروبه في بي. اذا البيريمتر ديال هاد الدائره الكبيره غنسميوه بي ار 4. اذا عندنا بي ار 4، اذا عندنا واحد الدائره هنا اللي لوغيون ديالها يعني الشعاع ديالها 4 سنتيمترات. اذا باش نلقاو المحيط ديال الدائره ككل، اذا البيريمتر هو 2 ار، اذا 2 في 4 في 3.14. شحال تساوي؟ اذا 2 في 4 هي 8، هي 25.12. بطبيعة الحال غنقسموها على 4 هي 6.28. إذن 6.28 سنتيمتر. إذن هذا القوس الأول، إذن هذا القوس الكبير غتعطينا 6.28. إذن هذا هو الطول ديال هاد القوس الأول الكبير اللي هو في الحقيقة ربع دائرة الشعاع ديالها 4 سنتيمترات. إذن هذا أولا، إذن هذا الجزء الأول من محيط الشكل. غنتقلوا للجزء الثاني من محيط الشكل اللي هو عبارة عن نصف دائرة. إذن بي ار 2، يعني غنحسبوا البيريمتر ديال الدائرة اللي لو غيون ديالها الشعاع ديالها 2 سنتيمتر. اش تساوي؟ إذن تساوي 2 في 2 مضروبة في 3.14. إذن نديرو العملية مباشرة، غنديرو بي ار 2 مقسوم على 2 هاد المرة. علاش؟ لحقاش حنا عندنا نصف دائرة ماشي ربع دائرة. إذن غنقسمو على 2، إذن طبيعة الحال غنقسمو على 2، 2 الفوق و 2 لتحت، وغتبقى عندنا 2 في 3.14 وغتعطينا 6.28 سنتيمتر بطبيعة الحال. إذا هذا ثانيا، إذا عندنا الجزء الأول من الشكل هو 6.28،
ثم عندنا الجزء الثاني هو 6.28، ثم غننتقلوا الحرف الاخير. طبعا بحال الحرف الاخير ديال المربع الكبير معروف هو 4 سنتيمترات. اذا البيريمتر يساوي 6.28 زائد 6.28 زائد 4. اذا هذا هو البيريمتر ديال هاد الشكل هذا. اذا سنقوم بالعمليه، عندنا 6.28 زائد 6.28 زائد 4.0. اذا 8 و8 16، غنحطوا واحد هنا. اذا 1 زائد 2 هي 3 زائد 2 هي 5 الفاصلة، ثم 6 و6 12 و4 هي 16. المحيط ديال الشكل هو 16.56 سنتيمتر بطبيعة الحال. ننتقل الى المساحة ديال الشكل. طبعا من اجل حساب مساحة الشكل الثاني نتابع نفس طريقة حساب مساحة الشكل الاول. يعني اولا اننا تنحسب المساحة ديال المربع الكبير. اس ا مثلا تساوي 4 في 4 تساوي 16 سنتيمتر مربع. ثم غنحسب المساحة ديال ربع القرص اللي الشعاع ديالو 4 سنتيمترات. المساحة ديال ربع القرص شنو هي؟ اس ار 4 هو 4 في 4 في 3.14. اذا شحال تعطينا؟ غتعطينا 50.24. اذا هي 50.24. اذا اس ار 4 مقسوم على 4 تساوي شحال؟ هي 50.24 مقسومه على 4، اذا غتعطينا 12.56 هي 12.56. طبعا الحال ممكن اننا نلاحظوا هذه القضيه من البدايه، تنديروا اس ار 4 مقسومه على 4 تساوي 4 في 4 في 3.14، الكل مقسوم على 4. طبعا الحال غنختزلوا ب 4 الفوق و 4 لتحت، اذا غتبقى عندنا 4 مضروبه في 3.14. طبعا الحال غتعطينا 12.56 سنتيمتر مربع. طبعا الحال يعني انها تعطينا نفس العدد. اذا شنو غنعملوا به حنا دابا؟ غنشدوا كما قلنا فيما سبق، غنشدوا المساحه ديال المربع الكبير وغنقسم منها هذه المساحه ديال ربع القرص. علاش؟ لان الهدف ديالنا بغينا نوصلوا لهذا الجزء اللي بالابيض، باش في الاخر نضيفوه للناس في القرص اللي بالابيض ونقصوا لكل من المساحه ديال المربع، وبالتالي نحسبوا المساحه ديال الجزء اللي بالاخضر. المساحه غنسموها اس ا. اذا غنسميو هذه اس ا تتساوي شنو؟ تتساوي 16 سنتيمتر. 16 سنتيمتر ناقص 12.56. اذا شحال تتساوي؟ اذا هي 3.44. اذا هي 3.44. اذا هذا الجزء الاول اللي بالابيض. ثانيا غننتقلوا النصف القرص. اذا بطبيعه الحال غنحسبوا اولا المساحه ديال القرص ككل. اذا اس ار 2 يعني اس ديال الدائره للشعاع ديالها 2 سنتيمتر، تتساوي شحال؟ تتساوي 2 في 2 مضروبه في 3.14. اذا اس ار 2 مقسوم على 2 شحال؟ اذا هي 2 في 2، اذا 2 في 2 في 3.14 مقسومه على 2. اذا بطبيعه الحال غنختزلوا ب 2 وغتبقى عندنا 2 في 3.14. اذا هذه هي اس ار 2 على 2. اذا اس ار 2 على 2 اش تساوي؟ تتساوي 2 في 3.14 على 2، تتساوي 2 في 3.14، غتولي عندنا هي 6.28 سنتيمتر مربع. دابا هنا حسبنا هذا الجزء اللي بالابيض ونصف القرص اللي بالابيض. اذا هاد اس ار 2 على 2 غنسموه اس 2. اس 2 تتساوي 6.28 مثلا سنتيمتر مربع. اذا دابا المساحه ككل ديال الشكل، اذا غناخذوا المساحه ديال المربع اللي هي 16 سنتيمتر مربع ناقص، ثم غنفتحوا القوس وغنديروا 3.44 ديال هذا الجزء اللي بالابيض زائد 6.28. اذا المساحه ديال الشكل هي اس تساوي 16 ناقص فتح القوس 3.44 زائد 6.28. 3.44 زائد 6.28 تساوي 9.72. ثم اننا غناخذوا 16 ناقص 9.72 غتعطينا 6.28. 6.28. اذا هذه هي المساحه ديال الجزء اللي بالاخضر. اذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.